المسائية، أهلا بكم وهذه أبرز العناوين. مرحبا. 2023 تنطلق اليوم وتستمر لثلاثة أشهر ونصف. أجواء اليوم الأول نرصدها من ميناء طنجة المتوسط ومن الجزيرة الخضراء. ينضم إلينا محمد الرفاوي القنصل العام للمملكة بجزيرة الخضراء. النسخة 19 للأسد الإفريقي تنطلق بتعليمات ملكية. تمرين مشترك بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية لتوطيد التعاون العسكري بين البلدين. في الذكرى 56 للنكبة، الجامعة العربية تجدد التأكيد على دعمها لمسيرة كفاح الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه ووطنه ومقدساته. وفي اليوم الثالث والأخير من زيارتها لمراكش، السيدة الأولى الأمريكية تحل بمؤسسة ابن العريف. أهلا بكم. بتعليمات ملكية تنطلق اليوم وتستمر إلى غاية منتصف شتنبر المقبل عملية مرحبة لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم. جهز في نسختها لهذا العام 24 فضاء بداخل وخارج المملكة وفق بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن. فيها أيضا تسخير أزيد من 1400 شخص للسهر على تأمين العملية التي تحظى بإشراف ملكي. اليوم الأول من مرحبا 2023 نرصده من ميناء طنجة المتوسط الذي استقبل أولى البواخر وهو مجهز لاستقبال 40,000 شخص يوميا. روبرتاج الصديق بن زينة وفريد غيتو. هي الباخرة القادمة من ميناء الجزيرة الخضراء التي دشنت اليوم الانطلاقة الفعلية لعملية مرحبا لهذه السنة بميناء طنجة المتوسط. كل الترتيبات الضرورية تم اتخاذها من أجل إنجاح عملية العبور لهذه السنة، بعد أن جندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن إمكانات لوجستية وبشرية ضخمة بتنسيق مع جميع المتداخلين. كانت وحشوه ديما راه في قلبنا وبلادنا، ملي كندخلوا ليها كتولي لنا عندنا واحد الفرحه تبارك الله ما نتصورش، ما نقدرش نقول لك. الحمد لله البواياج كان مزيان، كل شيء الحمد لله مزيان. وقد عبأت إدارة ميناء طنجة المتوسط ميزانية تقدر ب 80 مليون درهم من أجل تحسين البنية التحتية للميناء والخدمات المخصصة للمسافرين، فيما فتحت مؤسسة محمد الخامس للتضامن 4 مراكز لاستقبال بجهة طنجة طوان الحسيمة من مجموع 18 مركزا على الصعيد الوطني، وذلك من أجل تقديم خدمات المساعدة والتوجيه اللازمين للمغاربة المقيمين بالخارج. إنجاز هذه العملية مع شركائها بصورة جيدة، عملت المؤسسة على تعبئة كل الفرقاء وكذلك مواردها وإمكاناتها اللوجستية والبشرية لإنجاز العملية بشكل جيد. تم توفير هذه السنة واحد الأسطول بحري لنقل 40,000 مسافر و 10,000 سيارة يوميا، ونقوم أيضا بالتعاون مع جميع المتدخلين والفاعلين تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك من أجل إنجاح هذه العملية، عملية مرحبا 2023، وضمان عبور سلس عبر الميناء. ويتكون الأسطول البحري الذي يؤمن رحلات العبور لهذه السنة بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط من 13 باخرة، بالإضافة إلى باخرة من ميناء موتريل وست بواخر أخرى لتأمين الرحلات الطويلة بين موانئ جنوة مارسيليا وست وميناء طنجة المتوسط. ومن الضفة الأخرى للمتوسط من الجزيرة الخضراء ينضم إلينا مباشرة السيد محمد الرفاوي القنصل العام للمملكة بالجزيرة الخضراء. مرحبا بك سيدي. إذن ميناء الجزيرة الخضراء من أهم النقاط حيث تنظم عملية مرحبة، يعني هي عملية ضخمة وتستمر لمدة طويلة لمدة 3 أشهر ونصف، يعني كيف كانت الاستعدادات على مستوى الجزيرة الخضراء لتأمين هذه العملية التي تعرف تدفقا كبيرا لمغاربة المهجر؟ شكرا أولا على الاستضافة. بالفعل تلقت اليوم بحول الله وقوته النسخة 34 لعملية مرحبا لهذه السنة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، وبإشراف مباشر من مؤسسة محمد الخامس للتضامن اللي بعثت الطواقم ديالها اللي هم متواجدين حاليا بميناء الجزيرة الخضراء داخل المكاتب اللي راها يعني مخصصة لهذا العمل اللي كنقوم به خلال 3 أشهر ونصف التي ستدومها هذه العملية. وحنا كذلك كقنصلية عامة المملكة المغربية بالجزيرة الخضراء عندنا طاقم إداري كيسهر على هذه العملية، كيشتغل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع بدون انقطاع.
وكنقدموا فيه جميع جل الخدمات الإدارية يعني لكي يحتاجها المواطنون المغاربه مغاربه العالم العابرون، خاصه فيما يتعلق برخص المرور، لان كيوقعوا لهم بعض حالات ضياع جوازات السفر او انتهاء الصلاحيات ديالها، او جوازات يعني اجنبيه كيكونوا حاملين الجنسيات الاجنبيه وكيتعثر عليهم السفر للمغرب اذا كانت هذه الجوازات منتهيه الصلاحيه ديالها، وبالتالي كنمنحوهم رخص المرور باش كنساعدوهم في هذه العمليه. نعم، إذا يعني هذه العملية يعني هي تتم في إطار تدبير مشترك بين السلطات المغربية والإسبانية يعني من أجل إنجاحها، هل هناك إجراءات جديدة في هذا الصدد لكي يعني تمر مرحبا 2023 في أفضل الظروف، يعني هذا التنسيق بين المغرب وإسبانيا من أبرز أوجه التعاون؟ هو التنسيق يعني موجود دائما، وكتكون هناك لجان مشتركة كتقوم بعمل مسبق فيه يعني دراسة من أجل رصد كل الإمكانيات لإنجاح هذه العملية، لأنها عملية كما تعلمون عملية كتشمل واحد عدد هائل من المسافرين، وهي فريدة من نوعها حتى على مستوى العالم، لأن 3 ملايين مسافر الذين يعبرون يعني كل سنة في ظرف وجيز، هي عمليات تقتضي أن يكون هناك يعني تدابير مسبقة وإجراءات مسبقة فيها ما هو تنظيمي وما هو إنساني، يعني هذا لأجل إنجاح العملية وأنها تمر بكل سلاسة. السيد محمد رفاوي القنصل العام للمملكة بالجزيرة الخضراء، شكرا على كل هذه التوضيحات. تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم بشكل مشترك القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية الدورة 19 من تمرين الأسد الإفريقي اليوم بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير، وبحضور ممثلي البلدان المشاركة نظم حفل الافتتاح للإعلان الرسمي عن إطلاق هذا التمرين المستمر إلى غاية 16 من يونيو الجاري، والذي يأتي في سياق توطيد التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن. روبرتاج الحسين أزيق ورشيد لطفي. بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بمدينة أكادير وبحضور ممثلي مختلف البلدان المشاركة، تم تنظيم حفل الافتتاح للإعلان عن الانطلاقة الرسمية لتمرين الأسد الإفريقي، تمرين عسكري مشترك متعدد الجنسيات لتوطيد التعاون العسكري المغربي الأمريكي، والذي يهدف إلى الرفع من القدرات العملياتية في مختلف المجالات كالتخطيط المشترك والرفع من مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات والكوارث. الهدف الرئيس من هذا التمرين هو تقوية التعاون في مجالات التخطيط العملياتي، وذلك لمواجهة مختلف التهديدات التي تستدعي تدخلات عسكرية متعددة الجنسيات. الانطلاق الرسمي للدورة 19 لتمرين الأسد الإفريقي سجلت عرض مختلف الأنشطة المدرجة في برنامج هذه الدورة، لا سيما تمرين التخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان، وكذا جدول التدريبات البرية والبحرية والجوية المشتركة. إنه أول بل وأكبر تمرين بالقارة الأفريقية للتعاون العسكري، ليس فقط للقوات الأمريكية والمغربية لكن أيضا للعديد من شركائنا. إنها تجربة استثنائية مع شركائنا المغاربة والأفارقة، أن نتعلم من بعضنا البعض وأن نتدرب على كيفيات العمل المشترك وأن نطور هذه الشراكة بشكل أفضل. مناورات الأسد الإفريقي والمقرر تنظيمها في 7 مناطق بالمغرب، هي أكادير، طنطان، المحبس، تيزنيت، القنيطرة، بنقرير وتفنيت، تعد موعدا سنويا عسكريا لتوطيد التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية. مالطا تعتبر مخطط الحكم الذاتي مساهمة جدية وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية. الموقف عبر عنه اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية الأوروبية والتجارة المالطي الذي يقوم بزيارة للمملكة، أجرى خلالها أيضا مباحثات مع نظيره ناصر بوريطة، تم خلالها التأكيد على الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. مريم أملال ورشيد لطفي.
المغرب ومالطا بلدان يجمعهما الجوار الأورو متوسطي بمصالح مشتركة ووجهات نظر متطابقة وعزم متواصل على الارتقاء بالتعاون الثنائي على جميع المستويات. الشراكة الاقتصادية على رأسها، وفي البرنامج منتدى اقتصادي مغربي مالطي. المنتدى الاقتصادي الذي سينعقد غدا سيكون كذلك مناسبة للحديث عن كيفية تعزيز العلاقات المغربية المالطية الإفريقية. المغرب كمركز للعمل الاقتصادي للشركات المالطية المتجه نحو القارة الإفريقية، والمغرب مستعد بأن يواكب مالطا في هذا التوجه مستقبلا. التزام بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري تقابله رغبة للمضي قدما للنهوض بالجهود المشتركة لمحاربة الهجرة السرية بالمتوسط. في المقابل دعم مالطي متجدد للمسلسل الأممي للتوصل إلى حل سياسي جدي عادل ودائم لقضية الصحراء. أكدنا على دعم قرار مجلس الأمن الذي يرتكز على دور ومسؤولية جميع الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي عملي ودائم، كما أن مالطا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 بمثابة مساهمة جدية وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل المضي قدما نحو التسوية النهائية. أزيد من 5 عقود عمر العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وفاليتا، وشراكة مركزية تاريخية متميزة اتفقا الطرفان على المضي في تعزيزها بعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين بالعاصمة المالطية. لقاء ثنائي دبلوماسي توج كذلك بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية ونظيرتها الأورو متوسطية. خارج الحدود 56 سنة مرت على النكسة في ذكرها السنوية، الجامعة العربية تجدد التأكيد على دعمها لمسيرة كفاح الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه ووطنه ومقدساته، موضحة عبر بيان صدر اليوم أن جرائم الاحتلال ومخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة لن تغير من حقيقة أن هذه الأراضي التي استولت عليها إسرائيل هي أراض محتلة وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. نتابع مع سفيان بوعزاوي. لم تستفق فلسطين والدول العربية من نكبة 1948 حتى جاءت نكسة 5 يونيو العام 1967 لتكمل إسرائيل احتلالها لما تبقى من فلسطين، القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. بمناسبة الذكرى 56 للنكسة، شددت الجامعة العربية على دعمها لمسيرة كفاح الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه ووطنه ومقدساته بدعم من أمته وأحرار العالم، مؤكدة على استمرار التزام الأمة دولا وشعوبا بقضيتها المركزية القضية الفلسطينية. ورغم مرور ما يزيد عن 5 عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن يغير من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ العام 1967 هي أراضي محتلة وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، تؤكد جامعة الدول العربية، مضيفة أن ذكرى النكسة تتزامن هذا العام مع تصعيد إسرائيلي خطير للعدوان وانتهاك كافة الأعراف والمواثيق القرارات الدولية، وخاصة بتكتيف جيش الاحتلال عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وحماية وتشجيع الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين الإسرائيليين ودعوتهم لحمل السلاح وقتل الفلسطينيين وعلى تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك. الجامعة العربية طلبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. تهديدات الجماعات المسلحة والحركات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية
تتنامى بالعالم العربي وتتهدد بشكل أكبر النساء باعتبارهن الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للعنف الممارس من طرف تلك الجماعات. من أبشع صور ذلك ما تعانيه السجينات بمعسكرات تندوف، فلأكثر من نصف قرنين تواصل الجزائر البلد المضيف لمخيمات تندوف إيواء وتسليح جماعة البوليساريو الانفصالية التي أنشأتها بنفسها وتدعمها عسكريا وماليا ودبلوماسيا مع عسكرة هذه المخيمات منذ البداية، ما أوجد فراغا قانونيا ومناخا من الرعب وانعدام الأمن وأطلق العنان للاعتداءات الجنسية. النساء هناك عرضة للاغتصاب والاختطاف والزواج القسري والمبكر بشكل ممنهج، إلى جانب فظائع أخرى مدانة دوليا. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عمان الدكتور عمر أعمر، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية وعضو التحالف من أجل الحكم الذاتي بالصحراء. مرحبا بك سيد عمر أعمر. إذن يعني النساء هن في الخط الأول أمام الأخطار والتهديدات التي تحملها الجماعات المسلحة والانفصالية والإرهابية، يعني كما هو الحال بمخيمات تندوف، النساء هناك هن عرضة لمختلف أنواع الاعتداءات وبعيدات كل البعد عن إسماع أصواتهن أو اللجوء إلى العدالة، يعني فهذا حق تمنعه عنهن الجزائر البلد الحاضن للبوليساريو. يعني كيف تقرؤون هذا الوضع والواقع المؤسف للنساء بمخيمات تندوف؟ في البداية شكرا على هذه الاستضافة. سيدتي العزيزة، أي حركة وتحت أي مسمى كانت، سواء حركة انفصالية أو حركة تمرد إلى آخره، وتعمل هذه الحركة على استخدام وسائل العنف من أجل تبني أجندات أجنبية ومن أجل العمل على تفتيت وحدة الوطن، بالتأكيد هي حركات غير شرعية، وهذه الحركات الشرعية بالطبع لا تقوم على احترام، لا تعمل على احترام حقوق الإنسان، وبالتالي لا تعمل على احترام حقوق المرأة أو حقوق الطفل أو حقوق الشيخ الشيوخ. ففيما يتعلق بهذه الحركات هي بالطبع تلجأ لهذه الأساليب وتلجأ إلى الأطراف والأشخاص الأقل ضعفا داخل هذا المجتمع، وبالتالي فما يمثله أو ما تقوم فيها هذه الحركات من اعتداء على النساء وإنما هو يعبر عن ضعف هذه الحركات من الأساس. وإذا إحنا عدنا ورجعنا إلى الدستور المغربي لوجدنا أن الدستور المغربي قد لم يميز بين حقوق الرجال وحقوق النساء، بالعكس أعطى للنساء حقوق كما للذكور، وبالتالي هناك مجموعة من القوانين داخل المملكة المغربية تعمل على حماية حقوق النساء بشكل كبير، وبالتالي هذه الحركات بشكل عام تلجأ إلى هذه الوسائل، تعتبرها لأنها تعتبر هذه الوسائل تحقق لها إنجازات، وبالتالي تحاول هذه الحركات أن تظهر أو تظهر نفسها بأنها الطرف المظلوم. وعلى النقيض من ذلك فإن هذه الحركات بالأساليب التي تتبعها من خلال الاعتداء على النساء هي بالفعل تعبر عن مدى ضعف هذه الحركات وعدم قدرتها على النيل من وحدة التراب الوطني. نعم، تعبر أيضا عن عدم شرعيتها. إذن سيدي، يعني عنف جسدي لكن أيضا عنف نفسي قائم على حرمان النساء من التعلم والوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية، يعني هناك بصفة عامة حرمان من أبسط شروط الحياة الكريمة للنساء والأطفال بتلك المخيمات. يعني سيدي هذا نعم يعيد بالطبع إلى الواجهة تعنت الجزائر ورفضها السماح بدخول مخيمات تندوف وإجراء إحصاء سكاني من قبل الأمم المتحدة. يعني المنظمات الدولية الآن تطالب الجزائر وقيادي البوليساريو برفع هذا الحيف. بالطبع سيدتي، هذه الحركات تعمل على خرق المواثيق الدولية وعلى خرق الأعراف الدولية، وتعمل على خرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المرتبطين بالإعلان الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي هذه الانتهاكات المتعلقة بحق المرأة في التعلم، في حق المرأة في الحماية الخاصة، في حق المرأة بالتنقل، في حق المرأة بالتعبير عن رأيها، كلها تعتبر انتهاكات للميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بتوفير حماية خاصة للنساء. وبالتالي ما نوه له أنا
في هذا الموضوع في هذا الشأن، أن هذه الحركات وبهذه الأفعال التي ترتكبها وهي ما تحدثت سابقا تحاول أن تبرر أو تبرد أو تعبر عن أو تظهر بصورة الضحية، ولكن الحقيقة هي تعمل على حرمان المرأة من أقل الحقوق، وكما قلنا سابقا حقها في التعليم، حقها في الصحة، حقها في الحياة، لأنه كل ما يمارس ضد هذه المرأة من انتهاكات سواء انتهاكات جنسية أو غير جنسية كلها تعبر عن انتقاص حقوق المرأة في هذا المجال. واضح. الدكتور عمر أعمر، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية وعضو التحالف من أجل الحكم الذاتي بالصحراء، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من عمان. يعني المسائية متواصلة وفيها أيضا بالكوت ديفوار انطلاق منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا بمشاركة المغرب، وبالعرائش اختتام مهرجان ماطا للفروسية. كما ورد في العناوين بأبيدجان، سلط وزير الحكومة الضوء على الإنجازات والمشاريع الكبرى التي أطلقت بالمغرب وبإشراف ملكي. عزيز أخنوش، وخلال مداخلته اليوم خلال افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا بالكوت ديفوار، قدم عرضا عن الاستثمارات بالمغرب والقطاعات ذات الأولوية، مبرزا الحاجة إلى التكامل بين الدول الإفريقية لرفع مختلف التحديات. من أبيدجان نتابع مراسلة زكريا إيس عبد المجيد ومحمد مدمجري. بحفاوة استقبلت الكوت ديفوار ضيوف منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة الذي أصبح موعدا قارا في أجندة المستثمرين وفرصة للقاء بين القطاعين العام والخاص. للمرة الرابعة على التوالي تحتضن العاصمة أبيدجان النسخة التاسعة لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة. هذا الموعد السنوي الذي بات مختبرا لتحليل السياسات العمومية الإفريقية في المجال الاقتصادي. ورمزية حضور المغرب في الجلسة الافتتاحية من خلال عرض تجربته في مجال السيادة على مختلف الأصعدة يعكس مرة أخرى ريادة المغرب على الصعيد الأفريقي. تجربة المغرب في تحقيق السيادة الصحية إبان فترة الجائحة وتوجه المملكة نحو سيادة صناعية وطاقية وغذائية كانت رهن إشارة المشاركين في المنتدى. السياسة الإفريقية للمغرب تحت يعني قيادة سامية صاحب الجلالة أعطت الأكل ديالها، والآن حنا كنتوقع يكون جيل آخر من الاستثمارات والحضور المغربي بقوة في جميع الدول وبالأحرى في الكوت ديفوار. ولأن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، فواحد من رهانات هذا الملتقى السنوي الرفع من عدد المقاولات الأفريقية التي يتعدى رقم معاملتها مليار دولار من 300 حاليا إلى 3000. إفريقيا تحتاج بنية تحتية ومقاولات قوية لتحقيق التنمية ومواكبة الازدهار في ظل التحديات الراهنة. تعلمون جيدا أهمية الطاقة لمواكبة التنمية، فمشاريعنا في إفريقيا محدودة بدونها، وقد حان وقت العمل المشترك بمساعدة كل المستثمرين والصناديق الاستثمارية لدعم التنمية المستدامة. النسخة التاسعة لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة تعرف حضورا وازنا لكبار الشخصيات بمشاركة نحو 1800 يمثلون أكثر من 70 بلدا. الرهان بحث سبل تحرير الطاقات الواعدة للمقاولات الأفريقية وتحصينها ضد صدمات الأزمات الطارئة. بمؤهلات وطموحات كبرى لكن أيضا بتحديات، القطاع السياحي بجهة الدخل وادي ذهب كان محور لقاء بين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومهني الجهة، تم خلاله استعراض خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026 مع التركيز على أسس تلك الاستراتيجية بجهة الدخل وادي الذهب. نتابع ربورتاج نزار بوحوت والتحرير لسعيد أجانة. بمؤهلاتها الطبيعية الخلابة أضحت جهة الدخل وادي الذهب وجهة سياحية تستقطب السياح الأجانب من كل دول العالم، ولتطوير هذا القطاع بشكل أكبر تم خلال هذا اللقاء الجهوي بسط تفاصيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه مهني هذا القطاع. كيف تعرفوا الداخل الحمد لله قطاع السياحة ماشي ينمى والاستثمارات خلقت وماشية تزايد،
صحيح لانه فيه اللي نطرحوا للوزير اليوم ان شاء الله هذا هي الاطلاع من هذا، لكن اللي نطالعوها على قدر من الكراهات اللي ما زالت قائمه في الجهه. كفاعلين سياحيين كنا حطينا نقطه وهي نقطه النقل الجوي، تعزيز النقل الجوي اللي حقيقه داخلت عندها مشكل، فيها مشكل كبير، وكذلك الترويج. هذه بين اهم النقاط اللي كنا ناقشنا مع السيد الوزير. خارطة الطريق تأتي لتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية من خلال استقطاب أزيد من 17 مليون سائح. لمدينة الدخلة مكانة خاصة في خارطة الطريق الجديدة، فهي تساهم بشكل كبير في هذا القطاع من خلال استقطاب هواة ركوب الأمواج. واجتمعنا اليوم للتعرف على طريقة عمل مهني القطاع لتحقيق كل الأهداف. هو مشروع سيمكن من وضع تصور جديد للعرض السياحي للجهة، خصوصا أنها تستقطب سنويا أزيد من 800 ألف سائح جذبهم تبزج زرقة المياه ورمال الصحراء الذهبية التي تميز جوهرة الجنوب. نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2022 أبانت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1.3% وفق ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، موضحة أن الأنشطة الفلاحية عرفت ارتفاعا قدره 3%، بينما تراجعت الأنشطة الفلاحية بأكثر من 12%. نتابع من مراكش في ختام زيارتها التي تبرز عمق العلاقات بين الرباط وواشنطن، جيل بايدن عاقلة الرئيس الأمريكي زارت اليوم الثانوية الإعدادية ابن العريف، حيث وقفت على تنزيل مشروع التعليم الثانوي بهذه المؤسسة، وهو المشروع المندرج في إطار برنامج التعاون موقع بين حكومتي البلدين. ريبورتاج الحسن هبان ورفيق أقومات. زيارة السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن قادتها زوالة هذا اليوم إلى ثانوية الإعدادية ابن العريف بحي سيديوس من علي هنا بمدينة مراكش. هذه هي الثانوية الإعدادية استفادت من معدات روبوتية وتقنية. كان بروغرام وعندنا جوج روبوت ماك كيما شتي سيفور دو ليني، وعندنا داك ديتكتور دي زوبستاكل باش يحاول يخرج يحل راسو من ديك المشكلة ويخرج. المؤسسة كلها داخلة في مشروع تاع تحدي الألفية. حنايا هذه المؤسسة مستفدة من هذا المشروع، ومن ضمن التجهيزات اللي عندنا كاينة تجهيزات ديال الروبوتيك. الأهمية هو أننا كنفتحوا قدامهم الدراري واحد الآفاق قدام العالم كله، غادي الانتيليجنس ارتيفيسيال، يعني غادي كله حنا كان الذكاء الاصطناعي، حنا كنحاولوا أننا نفيقوا فيهم هذه الملكة. استثمرنا في هذا البرنامج لمدة 5 سنوات ضمن مشروع التعليم الثانوي وبرنامج التعاون الميثاق الثاني لتجويد التعليم وتمكين هؤلاء اليافعين من الاندماج في سوق الشغل. ويستفيد من هذه المعدات المخصصة حصريا لمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادية ضمن مشروع التعليم الثانوي لوكالة تحدي الألفية حوالي 52,700 تلميذ ب62 مؤسسة تعليمية على مستوى جهات مراكش وفاس وطنجة تطوان الحسيمة. فكان تجهيز واحد العدد ديال الانديه بمعدات لا موسيقيه ولا ديال تدريس اللغات ولا معدات اللي هي علميه، وفي الحقيقه حنا تنعتبروا بان هذا المسار ديال رفع من الانشطه الموازيه والانشطه ديال هذه الانديه هو تساعد باش نطوروا كفاءات ديال التلاميذ. وأشادت جيل بايدن عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستقبال الحافل الذي حظيت به طيلة مدة هذه الزيارة التي استغرقت 3 أيام، معتبرة المغرب أحد أقدم أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية. الصفحة الثقافية نستهلها من الدار البيضاء، فبعد نسخة أولى أقيمت عن بعد، المهرجان الدولي للسينما المستقلة في ثاني دوراته يحتفي بأفلام من عدة دول تتنافس ضمن 3 مسابقات. نتابع ربورتاج سعيد بن زيزو والتحرير لحمزة عيد مسعود.
للأفلام المستقلة مهرجان يحتفي بها لأفلام اختارت ملامحها خارج قواعد الإنتاج المعهودة. المهرجان الدولي للسينما المستقلة في دورته الثانية اختار هذا العام تسليط الضوء على أعمال الشباب من حول العالم. وأظن أن اختيار هذا المهرجان واختيار هذه التسمية بدأت كتظهر لنا كمطلب أساسي بالخصوص عند الشباب. والشباب الآن خصو يغير هذيك الطريقه التقليديه باش كيصوروا الناس باش كيحكيوا الحكايات. هذا النوع من المهرجانات مهم بالنسبه للمخرجين المستقلين، لان انتاج فيلم مستقل امر صعب جدا في ظل قله الموارد على طول مده إنجاز العمل. ثيمات مختلفة وأصناف متنوعة لأزيد من 40 فيلماً يجمع بينها خيط ناظم انتماؤها للسينما المستقلة. لجنة المهرجان في دورته الثانية اختارت بعناية لمحبي الأفلام برنامجاً غنياً ومتنوعاً. تيجي هذا المهرجان ربما باش يسد واحد الثغرة ديال سينما مغايرة، السينما اللي يمكن يتجاوب معها واحد الجيل اللي ربما ما حضرش داكشي اللي كانت يدار قبل في المغرب. إلى غاية السابع من هذا الشهر سيكون محبو الاندي موفيز على موعد مع عروض سينمائية وورشات عمل تدريبية في السينما، بالإضافة لإعلان الفائزين في مسابقات المهرجان. مهرجان من نوع آخر اختتم أمس بالعرائش بعد 3 أيام من العروض والمنافسة. مهرجان ماطا الدولي للفروسية تميز في يومه الأخير بإجراء المسابقة النهائية للعبة ماطا بمشاركة أكثر من 300 فارس. روبورتاج صديق بن زينة وفريد غيتو. فرسان من مختلف قبائل ابن عروس يرسمون لوحة فنية مستوحاة من التراث الشعبي العريق، إنها ماطا التي لم تعد مجرد لعبة للفرسان بل فاضت من وعائها الدلالي قيم الشجاعة والتنافس وتمجيد الفوز. ماطا فرحانين بها، سري عاية سيدنا الله ينصره، مهم خيرنا ناشطين كل شيء بخير. ولأنه صار محج للآلاف من الزوار يطلع مهرجان ماطا بدور المحرك التنموي للاقتصاد المحلي من خلال افتتاح فضاء لعرض المنتوجات المحلية والحرف اليدوية التقليدية. فضاء ديال التعاونيات المجالية والفلاحية والصناعة التقليدية اللي كنضيف الشرف ديالها هما الأقاليم الجنوبية اللي حجوا بكثرة وشاركوا معنا هذه الاحتفائية هذه. جينا باش نشاركوا باش نتواصلوا مع الناس ديال الشمال، تعرفوا على المنتوجات ديالهم، تعرفوا على المنتوجات ديالهم. وعلى منصة المهرجان أمسية فنية تناوب على إحيائها نخبة من الفنانين يمثلون التنوع الفني بإيقاعاته الحسانية والأمازيغية والجبلية التي لقيت تجاوبا كبيرا من الجمهور. الناس هنا طيبون ومضيافون كرماء، إنها تجربة حياة متفردة. الرسالة ديال الحوار والتعايش الثقافي والروحي والإنساني. احنا ممثلين مدينة العيون، كانت مشاركة جيدة الحمد لله، وكان تفاعل مع الجمهور. عادة عندنا في هذه المنطقة بقرون، قرون وما كيجيو يزوروا جدهم ولا عبد السلام مشيش، فالحمد لله نحن فخورين جدا بهذا التراث. وكانت الدورة 14 لمهرجان ماطا الدولي للفروسية حملت شعار ماطا تراث إنساني وملتقى الثقافات، وهو الشعار الذي ترجمه إلى واقع طموح إعلان وزير الثقافة والشباب والتواصل خلال حفل الافتتاح عن الشروع في الإجراءات الرامية إلى تسجيل ماطا ضمن التراث اللامادي لليونسكو والإيسيسكو. في ختام المسائية نذكر بأبرز ما جاء فيها. مرحبا 2023 تنطلق اليوم وتستمر لثلاثة أشهر ونصف. أجواء اليوم الأول رصدناها من طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، والنسخة 19 للأسد الإفريقي تنطلق بتعليمات ملكية، تمرين مشترك بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية لتوطيد التعاون العسكري بين البلدين. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزام.ma وتطبيق ماي دوزام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.